طبعا لم كما يقول لم تشفي غليلنا الحقيقة يلين فيما يتعلق بالإفصاح عن موعد رفع سعر الفائدة. نلقي هذا الموضوع جانبا، نتحدث عن آخر البيانات الأمريكية. لماذا نصفها بأنها جاءت متناقضة وفي أي جانب تحديدا؟ بالطبع السياسات المالية، السياسات النقدية بالنسبة للبنك المركزي الفيدرالي مبنية على كتلة من التناقضات، فهي في حين تبدأ هناك ارتفاع لأسعار الفائدة يلوح في الأفق، إلا أن جانيت يلين حاكمة الفيدرالي الأمريكي امتنعت عن هذا الأمر، معزية ذلك إلى موضوع التضخم في الاقتصاد الأمريكي، فهي لديها قرار معلن فيما يخص سعر التضخم ينبغي ألا يتجاوز 2%، في حين أن سعر الفائدة فيما إذا تم إطلاقه سوف يؤدي إلى انخفاض سعر الدولار، وبالتالي سوف يؤثر على الأسواق وعلى البيانات الاقتصادية الأمريكية. طب دكتور، بالنسبة لموضوع معدلات النمو، لا نتحدث عن ما هو متوقع وما تم تحريره مؤخرا، هل تعتقد أنه تمر لديك البيانات النمو في الاقتصاد الأمريكي بشكل طبيعي أم أنه متأخرة نوعا ما؟ البيانات الاقتصادية الأمريكية جاءت وفق سياسة اقتصادية كلية، فالولايات المتحدة الأمريكية على مستوى الماكرو إيكونوميك عم تنظر إلى معدل النمو من وجهة نظر، وسعر الفائدة كمتغير من متغيرات السياسة النقدية من وجهة نظر أخرى، فطبيعة السياسة النقدية الأمريكية إيجاد موائمة بين معدل النمو وسعر الفائدة، وسعر الفائدة فهي عم تستخدم مجموعة من الأدوات على مستوى الاقتصاد الكلي وأدوات على مستوى السياسة النقدية، فسعر الفائدة ليس بالمتغير الوحيد بالنسبة لأدوات السياسة النقدية، فهناك أدوات إصلاح يعني أدوات كمية وأدوات نوعية. فبالنسبة للاقتصاد الأمريكي بالمرحلة هي عم يستفيد من الانهيارات اللي عم تصير بالنسبة للعملات والانهيارات أسعار النفط، وبالتالي عم تجدي هناك تناقض في البيانات. طب ما زال في تراجع عندك في بقية العملات، والدولار في نفس الوقت أيضا يسجل صعود في هذه الفترة. صحيح. كيف ستحاول الولايات المتحدة أن تكسب يعني ذلك لصالحها؟ أنت تعلم قوة الدولار ربما لن تفيد الاقتصاد خاصة فيما يتعلق بواقع التصدير. طبيعي ارتفاع سعر الدولار سوف يضعف الصادرات الأمريكية إلى الخارج، ولكن هي تستفيد بقوة الدولار كعملة نقد دولية تقوم بوظيفة يعني عملة محلية تقوم بوظيفة نقد دولي، على نقيض من اليورو كعملة دولية تقوم بوظيفة نقد دولي، وبالتالي نجد أن الاتحاد الأوروبي يعيش حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار، والعملة مرشحة للانهيار أكثر فأكثر، وهناك نظرية أعتقد أنها سميت نظرية شلال الماء التي ستصيب هذه العملة اليورو. تتحدث نعم. طبعا. يعني كلامك مهم جدا، لن نريد أن نقفز إلى اليورو يعني حتى التعبير والمصطلح يجب أن نتباحث، دعنا نبقى في أيضا مؤشرات البيانات الأمريكية، أيضا فيما يتعلق بمؤشر الاستهلاك أو مؤشر الاستهلاك الشخصي انخفض إلى حدود 4.2% في الربع الأخير من العام الماضي، مؤشر مديري المشتريات طبعا أيضا سجل لدينا انخفاض وانخفاض حاد، كذلك بالنسبة لمؤشر شيكاغو لا تنسى لشهر فبراير، مبيعات المنازل سجلت ارتفاع في يناير، وثقة المستهلكين من جامعة ميشيغان أيضا سجلت لديك انخفاض، كل ذلك سنناقش. أرجو أن تبقى معنا دكتور خالد الزامل، نعود بعد قليل وكيف نقرأ البيانات الأمريكية وأيها سيكون المؤشر الرئيس لتحركات الأسواق ابتداء من الغد. طبعا مع ضيفي الدكتور خالد الزامل. دكتور خالد، كنا قد توقفنا على مجموعة البيانات الأمريكية ووجدت فيها بعض من التناقض، هل تميل مع مجموع هذه البيانات إلى إعطاء نظرة جيدة عن الاقتصاد الأمريكي أم أنه البيانات تخذلنا أو تجعلنا نعيد النظر نوعا ما؟ بالطبع الاقتصاد الأمريكي يعيش حالة توسع في النمو في بضوء هذه البيانات، وهناك بيانات مستقبلية ممكن يتعزز وضعه
للدولار الأمريكي كمتقهقر أو هو الدولار الملكي في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. وعم نشوف أنه البيانات أنه أسعار المستهلك انخفضت، وبالتالي نتيجة طبيعية للأثر السلبي لانخفاض أسعار النفط، فزاد الدخل المتاح للمستهلكين، وبالتالي سوف ينعكس على شكل انفاق استهلاكي، وبالتالي يزيد الطلب على السلع والخدمات النهائية، وينشط القطاع الانتاجي بدوره، كونه عملية انفاق هي انعكاس لعملية نشاط اقتصادي. نعم، دعنا نلقي نظرة ايضا على الاداء في الاسواق الاوروبية كيف بدأت، وانت كنت قد ألمحت الى انه اليورو سيأخذ طريقه بشكل مختلف، وانه ما تم ممارسته من قبل الفدرال الامريكي لا يمكن تطبيقه في اي مكان اخر في العالم، كونه الدولار محمي ولديه بعض من الظهير او ظهير قوي جدا. انت ذكرت قبل الفاصل انه اليورو سيشهد مرحلة انهيار تدريجي، لا نريد أن نرهب الأسواق، ولكن هل تعتقد أنه الوطن السويسري اتخذ خطوته في الوقت المناسب بفكر ارتباطه مع اليورو بالفعل؟ وبالطبع هناك كتلة من الحركات الاضطرابية بمنطقة اليورو، فنجد أن اليورو يعني وقت ما تأسس اليورو بسنة 1998 اللي بوفق معاهدة ماستريخت كانت قيمته 0.98، عم نشوف أن الدورة الاقتصادية تفعل فعلها، عم تدور بالاتجاه الهابط او الانحداري. لاحظي ان اليورو الان يعني الدول الموقعه على الاتفاقيه اليورو تجد لها مكامن قوه بانها اتحاد عدد اقتصاديات دولي. نعم، فقط هو الحديث اليوم عن اليورو، يعني هل تجد انه مناطق اليورو ستخدمه حتى فتره قريبه؟ يعني اذا لاحظنا يورو دولار على دولار 13 مع استمرار، انظر يعني كان قد اغلق عندك على دولار 12 تقريبا مع المقاربه، وكان هنالك تحدي ان يكون اليورو مقابل الدولار على مستوى 1:1، هل تعتقد انها قريبه؟ بالطبع قريبه طالما هي دون 1.12. واليورو سكر على انخفاض، هذا الانخفاض سيؤدي إلى رقم جديد سوف يراه اللي هو 1.10.9، وبالتالي الانهيارات سوف يعني ممكن احنا عم نتحدث بالقاع الآن، نتحدث عن اليورو في القاع، والأمر له أسبابه، كونه الأزمة اليونانية عم تتفاعل يوم بعد يوم، بالرغم من الإيجابيات بمنطقة اليورو، نلاحظ أن وجود نسبة الأقراض والكتلة النقدية مرتفعة بمنطقة اليورو، نلاحظ أن هناك نعم. فقط كنا تحدثنا أيضا عن النفط، ما الذي نتوقعه للنفط في هذه الفترة، وهل تجد أن المستويات النفط ستكون في الفترة الحالية على هذه المستويات المقدرات، ما الذي سيلعب دور مع النفط خلال الفترة القادمة؟ بالطبع النفط سوف يكون على المستويات التي هو عليها الآن، بسبب نعم تفضل. بسبب أن وكالة التصنيف الدولية خفضت تقديرها لتوقعات أسعار النفط لعام 2015 و2016 بالنسبة للخام برنت قدرته ب 55 لعام 2015 و65% لعام 2016، كما هو الحال بالنسبة للخام الخام الأمريكي WTI خفضته من 52 إلى 62، هذه مؤشر ودلالات على بقاء النفط في هذه المستويات. إضافة لذلك أن تحركات النفط سوف تتراوح بين 47 إلى 54 فيما يخص بيانات الخام الأمريكي، أما فيما يخص البرنت سوف يتراوح بين 64 و 48، هي مجالات التحركات أسعار النفط. هذا حتى الفترة القادمة ستحكم عليها الأسواق، وأشكرك جزيل الشكر ضيفنا في استوديو البرنامج الدكتور خالد الزامل المستشار المالي لمجموعة أطلس لتطوير الاستثمار، شكرا جزيلا لك.